اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في اهم العناوين. نقرأ في القدس العربية: الخزعلي يهدد، تظاهرات اليوم تخريبية وستؤدي إلى العديد من القتلى. في الزمان: تهديدات بالقمع المسلح تلهب زخم التظاهرات في بغداد والجنوب. في العربي الجديد: اتساع موجة الاحتجاجات وقرار حكومي بإبعاد الحشد عن التظاهرات. في الشرق الأوسط: تصاعد وتيرة الاحتجاجات في العراق رغم اغتيال ناشط مدني بارز. في العربة اللندنية: الحرس الثوري يقود حملة لتصفية معارضي خط إيران في العراق. في البصائر: ميليشيات الحشد تتخبط بتنصلها من مسؤولية مشاركتها في مجزرة الخلاني. وفي المدى: الاتحاد الأوروبي يكذب رئيس الوزراء، من استقبلتهم ليسوا سفراءنا. مع دخول الانتفاضة العراقية شهرها الثالث، وكانت عناصر القوة لديها كثيرة ومتميزة وخطيرة في الوقت نفسه، ما منحها إمكانية التهديد السياسي لمصالح قوى محلية وإقليمية. مثنى عبد الله يتساءل في صحيفة القدس العربي: هل تعني المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات الموالية لإيران في مرعاب السنك يوم الجمعة الماضي، هل تعني أن طهران اتخذت قرار مواجهة الانتفاضة العراقية؟ أمام هذا المشهد الكبير لا يمكن أن تقف طهران مكتوفة الأيدي وتنظر كيف أن مشروعها الاستراتيجي يتهاوى أمامها في لبنان والعراق. لذا فالمؤشرات المعلنة التي حدثت على أرض الواقع يمكن أن تعكس لنا صورة التحرك الإيراني عند ربطها بعضها مع بعض. باكورة هذا التحرك كانت إعلان المرشد الإيراني بأن الانتفاضة العراقية مؤامرة من الأعداء، وأن المتظاهرين عملاء لإسرائيل والولايات المتحدة. ولأن الرجل يمارس الدورين السياسي والديني، فإن وصفه هذا يعتبر فتوى دينية وسياسية في آن معا، ما يلزم أتباعه ومقلديه من الأحزاب والميليشيات الطائفية بالتحرك ضد المنتفضين وفق هذا الوصف. كما شهدت هذه الفترة زيارات متعددة علنية وسرية لقيادات عسكرية إيرانية، خاصة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني، من بينهم المدعو محمد كوثراني. يبدو أن هذه التحركات أذنت بالشروع باتخاذ قرار مواجهة المنتفضين. كان التمهيد لبداياته حالات القتل والاختطاف والاعتقالات التي تعرض لها العديد من ناشطي التظاهرات في بغداد والمحافظات. ثم جاءت المرحلة الثانية في اليوم التالي تحديداً بافتعال صدام مسلح في مرآب للسيارات. كان المنتفضون قد اتخذوه مقراً لهم ليس بعيداً عن ساحة التحرير. ويرى مثنى عبد الله أن مجزرة السنك تشير إلى نية بتشكيل ما يسمى توازن الرعب، فالرعب السياسي الذي أحدثته الانتفاضة العراقية يدفع السلطات في العراق وإيران إلى مواجهته بالرعب المسلح، ثم الدفع بصدام مسلح أكبر يكون مبررا لإعلان حالة الطوارئ في البلاد ثم فض التظاهرات. الآن إلى مقال آخر عن الهجوم الدموي الذي نفذته ميليشيات مسلحة على جموع المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسر السنك ببغداد. هذا يعني شيء واحد، وهو أن عصابات إيران أزاحت جانبا ممن يمسكون بمقاليد السلطة في العراق، وقررت أن تحسم الأمر بنفسها من خلال مخططها لبث الرعب في صفوف الثائرين عبر الاندفاع المباشر للقتل وسفك الدماء، وكأنها تقول إنه لا عاصم لدماء الأبرياء من همجيتها. هذا ما جاء في مقال الحبيب الأسود المنشور في صحيفة العرب اللندنية.
كان ذلك الهجوم الوحشي أقرب ما يكون إلى عمل جماعي بقرار موحد صادر عن جهة بعينها لعدد من عناصرها المدربين والمؤدلجين غير المستعدين لمناقشة الهدف من وراء ما كلفوا به ولا للتراجع في لحظة ما عن إطلاق النار، وهم أقرب إلى كتيبة الإعدام الموجهة لتنفيذ حكم بات استنفد كل مراحل التقاضي بين الهجوم الوحشي والعمل الإرهابي والاعتداء الإجرامي. تعددت النعوت المطلقة على تلك الحادثة المريعة، لكن لا أحد يستطيع توجيه إصبع الاتهام مباشرة لمن يجلس على مقعد وثير في مكان ما من العاصمة بغداد ليتابع تحركات القتلة، وربما ليسمع أزيز الرصاص وهو يمزق صدور الوطنيين العراقيين، لأن الوضع في العراق أصبح محل تجاذب بين شعب ثائر يطمح إلى تحرير بلاده من الفساد الممنهج في مفاصل الدولة والاستبداد الميليشياوي الخاضع لأوامر الاحتلال الإيراني. لقد بات واضحاً أن إيران تراهن وبقوة على إلغاء إرادة العراقيين والإطاحة بحلمهم بوطن قوي وغني وآمن وموحد وجامع لأبنائه تحت خيمة الانتماء الوطني، لا تحت هيكل الانقسام الطائفي والديني والعرقي. وهي تعتبر نجاح العراقيين في تحقيق أهداف ثورتهم فشلاً لمشروعها الإمبراطوري الذي يستهدف بالأساس وطن العرب انطلاقاً من بوابته الشرقية. الكاتب يقول إن ما حدث في بغداد يشير إلى أن هناك وحشاً يحاول أن يمنع العراق من استعادة سيادته وقراره الوطني وحريته ومقدرات شعبه ووحدة مواقفه، وهو وحش لا يقف عند حد وإنما يتربص بالجميع، وبات من الضرورة التوافق عربياً ودولياً على ردعه ورده على أعقابه خائباً حتى لا تصبح لنا ساحات أخرى كساحات الخلان في عواصم أخرى كما هو الشأن في عاصمة الرشيد. وفي المقال الثالث، نحن بصدد أداء أرعن وأخرق تمارسه شلة الناطقين الذين لم تهتز ضمائرهم لمقتل عشرات الشباب، فقرروا أن يواصلوا خداع أنفسهم بأن ما جرى هو معركة بين المتظاهرين، مثلما غرد كبيرهم عبد الكريم خلف علي حسين يقول في صحيفة المدى: إننا أمام أداء يفتقر إلى الضمير والوطنية يمارسه عادل عبد المهدي الذي صمت على مجزرة السنك والخلاني وكأن الأمر يجري في بلاد أخرى. تخيل أن مثل هذه الجريمة البشعة تحصل في بلد تعداد قواته الأمنية يقارب المليون، ينتشرون في شوارع بغداد التي حولوها إلى غابة من السيطرات، لكنهم وبأوامر عليا غضوا البصر عن جماعات مسلحة قررت أن تجري حفلة دموية بمرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية التي أخبرتنا من قبل أنها أحاطت مكان الاعتصامات بخمسة حواجز أمنية. مرة أخرى لم يبادر مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لكي يعرف ما الذي يجري على بعد كيلومترات قليلة عن مقره، لأنه ببساطة يريد استشارة أولي الأمر في الأرجنتين. لذلك لا يبدو غريباً أن تراق دماء عشرات الشباب دون أن تهتز مشاعر أولئك الذين يقولون إن ما يجري في ساحات الوطن هو مؤامرة إمبريالية، بل إن البعض لا يخفي سعادته وشماتته لمجرد أن الضحايا من شباب الاحتجاجات. دم في بغداد وآخر يسيل في كربلاء، واستهداف للشباب في النجف وذي قار، وفي المسار ذاته تندفع فضائيات أحزاب السلطة لتتحدث عن شباب الاحتجاجات بأحط العبارات عدوانية وعنصرية. حتماً انتشل القتلة وتفاخروا وهنأ بعضهم البعض، فالأصوات التي أصرت على أن تكون عالية وواضحة وجريئة أخرست برصاصات في الجسد، لكنهم نسوا أن الشباب باقون وسيغيب جميع القتلة.
ويضيف الكاتب أن ما جرى في السنك هو جريمة كاملة وستبقى عارا يلاحق مرتكبيها ومن فوضهم، لكنها ستبقى يوما مشهودا يؤرخ له بأنه اليوم الذي غاب فيه ضمير الرئاسات الثلاث ومعها القضاء، فلم تعد مناظر القتل والاختطاف والتعذيب تثير مشاعرهم مثلما يثيرها لمعان الكرسي. في مقالنا الرابع ومنذ الأيام الأولى لتظاهرات ثورة تشرين ومع أولى عمليات القمع والقتل التي جوبها بها المتظاهرون، ظهر مصطلح الطرف الثالث في إشارة إلى الجهة التي تقف وراء عمليات قمص المتظاهرين وقتلهم، الطرف الذي تصر السلطة الحاكمة في بغداد على أنه مجهول الهوية، فيما يؤكد المتظاهرون وكل متابع منصف للوضع في العراق يؤكدوا أنه طرف معلوم. إياد دليمي يقول في صحيفة العربي الجديد إنه لم يعد سراً القول بأن الطرف الثالث هو الميليشيات التي توالي إيران وتحتكم بأمر قائد فيلق القدس قاسم سليماني. الطرف الثالث في العراق، والإشارة هنا بوضوح وبلا مواربة إلى الميليشيات المسلحة، هو الطرف الأقوى الذي لا تقوى مع قوته الحكومة وبرلمانها ورئيسها على الإشارة إليه مباشرة واتهامه بارتكاب مجزرة بغداد، ومن قبل مجازر النجف والناصرية وكربلاء والبصرة. هو الذي تدعمه إيران، وهو الذي يمتلك النفوذ والسيطرة على كل مؤسسات الدولة، وهو الطرف الذي تعول عليه إيران لإنهاء التظاهرات حتى لو كلف ذلك إزهاق مئات وربما آلاف المدنيين السلميين العراقيين. نعم، استقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، غير أنها استقالة لا يمكن أن تداوي جرح شباب الساحات النازف ولا تلبي لهم رغبة، فهي جاءت بعد أن سقط قرابة 450 متظاهراً بنيران سلطة الدولة وسلطة الميليشيات. لا يمكن لهذه الاستقالة أن تكون كافية بعد أن تحولت ساحات التظاهرات إلى برك دماء، وما تعرض له المتظاهرون من عمليات خطف واغتيال واعتقال وضرب بالسكاكين، جرائم وإن كانت كافية لإخماد أي ثورة إلا أنها في الحالة العراقية كانت حافزاً لمواصلة التظاهرات، فقد أثبت العراقيون أنهم خرجوا ولن يعودوا إلا قبل أن يحققوا أهدافهم، والتي باتت تتمثل بطرد كل رموز العملية السياسية وأحزابها مهما كلف الثمن. ويرى الكاتب كذلك أن الطرف الثالث المعلوم والذي يقوم بعمليات قمع المتظاهرين وقتلهم أثبت أنه مرتزق وأنه طرف لا ينتمي للعراق، فهو لا يؤمن بالوطن بقدر إيمانه بالولي الفقيه في إيران، ومن هنا بات لزاماً على الثوار في العراق أن يضعوا في مقدمة أولوياتهم ومطالبهم حل هذه الميليشيات لقطع دابر التدخل الإيراني العنيف في العراق. في المقال الخامس معنا لهذا اليوم، ولا ندري لماذا أخذت الغيرة وزارة الخارجية العراقية على الميليشيات وصبت جام غضبها على سفراء أربع دول هي بريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا، واستدعتهم بغضب شديد كونهم انتقدوا أن يكون هناك أفراد أو جماعات مسلحة منفلتة تعمل خارج سلطة الحكومة والجيش الرسمي في الشارع، وذلك في أعقاب الليلة الدامية في مرآب السنك وساحة الخلاني. هذا ما تساءل عنه فاتح عبد السلام في مقال له منشور بصحيفة الزمان. الخارجية العراقية الغيورة لم تستدع السفير الأمريكي وتحمله رسالة شديدة اللهجة إلى حكومته التي يرأسها دونالد ترامب، الذي سبق أن قال إنه لا يشرفه أن يستقبل أحداً بعد الآن من حكام بغداد لأنهم جميعاً لصوص. تلك الجملة الرنانة الموثقة في وثائقيات أمريكية إعلامية رسمية لم يستطع أحد أن يردها عليه، لأن الفساد هو القانون السائد وليس هناك قانون ناجع ضد الفساد.
وهذه النتائج في الشارع العراقي يشهدها العالم كله، ويقدم العراقيون مئات الشهداء قربانا لطريق جديد فيه أمل. حتى لو كان صحيحاً إنما قاله السفراء الأربعة من إدانة للعنف ودعوة لحماية المتظاهرين السلميين الذين استباحهم الرصاص الحي من المجهولين هو تدخل في الشؤون الداخلية للبلد، فانظروا إلى أي درجة مأساوية بالغة وصل لها حال العراق لكي يخرج السفراء التابعون لدول راقية عن إطار اللياقة والأعراف الدبلوماسية المعتادة وينفجروا غاضبين غيرة منهم على دماء شبابنا المسفوكة، ربما قبل أن تكون انتصاراً لقيم حقوق الإنسان التي تلقى الاحترام العميق في بلدانهم. فاتح عبد السلام يشير في نهاية مقاله إلى أن حكام بغداد وحواشيهم مروا من عواصم تلك الدول وتنعموا بالحريات الواسعة فيها سنوات طويلة، ولعل أغلبهم وصل إلى سدة الحكم يوم الاحتلال الأمريكي لبغداد عبر العواصم المغضوب عليها اليوم من الخارجية العراقية. حتى أولئك الذين دخلوا من منافذ الشلامجة الحدودية كانوا قادمين منذ فترة وجيزة من عواصم التدخل بالشأن العراقي. إلى المقال الأخير، وجاء في مطلعه: على واقع اتساع الانتفاضة الشعبية ضد النظام السياسي وحليفه إيران، فإن التاريخ يعيد نفسه من جديد في اختيار رئيس وزراء جديد للعراق بعد استقالة عادل عبد المهدي. أحمد صبري يقول في صحيفة الوطن العمانية إن إعادة استحضار مشهد عام 2010 الذي اتفقت فيه واشنطن وطهران على اختيار نور المالكي رئيسا للوزراء خلفا لإبراهيم الجعفري ضروري لكشف ما جرى خلف الأبواب الموصودة واحتمالية تكرارها في البحث عن خليفة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. في مشهد عام 2019 تنزل إيران بثقلها في عملية اختيار رئيس وزراء جديد في العراق، حيث تتكثف المشاورات السياسية برعاية طهران التي يتهمها الحراك الشعبي بأنها حامية النظام القائم المتهم بالفساد والمحسوبية. والجدل الدائر حول تعيين رئيس وزراء ليس أمراً جديداً، وإن أكسبته الاحتجاجات طابعاً خاصاً هذه المرة. وتعيد مجلة نيويورك الأمريكية تقريرها الذي صدر عام 2014 إلى الأذهان جزءاً من فصول أسرار اختيار المالكي، حيث كشفت المداولات بين السفير الأمريكي الأسبق في بغداد زلماي خليل زادة والرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش عن صعوبة اختيار بديل لإبراهيم الجعفري عام 2006 والذي حصلت في عهده الحرب الطائفية. اليوم تغيرت المعادلة ولم تعد في صالح الإيرانيين ولا في صالح الأمريكيين، حيث برز دور الحراك الشعبي كلاعب ثالث سيفرض رؤيته في المشهد الجديد ويضع واشنطن وطهران على الهامش. وهذا ما أكده بريت ماكغورك المبعوث الأمريكي السابق إلى التحالف الدولي ضد داعش حين قال: تبدو واشنطن على الهامش تماماً في حركة الاحتجاج التي يشهدها العراق حالياً، وهذا فيه مخاطرة، فالتيار الوطني في العراق مع أنه ضد إيران إلا أنه ليس مع الولايات المتحدة. ويضيف الكاتب إنه مع دخول الميليشيات على خط قمع انتفاضة تشرين في ظل الاضطراب السياسي والفوضى الأمنية في العراق، تجد واشنطن وطهران نفسيهما أمام منعطف جديد يتشكل بعيدا عن رؤيتهما ويستجيب إلى تطلعات العراقيين بوطن موحد وغير مسلوب الإرادة، ويتقاطع مع الأجندة الخارجية التي أدخلت العراق في الخانق الذي يتخبط به منذ غزوه واحتلاله وحتى الآن. تشهد أجزاء من منطقة الخليج ظاهرة فلكية نادرة صبيحة الخميس 26 من الشهر الجاري، وتتمثل بكسوف حلقي للشمس، وهي حالة نادرة لم تشهد منذ أكثر من 100 عام وفقا لمركز الفلك الدولي.
ونقل موقع الخليج أونلاين عن مدير مركز الفلك الدولي محمد عودة قوله إن المناطق التي ستشهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق قطره نحو 155 كيلومتراً ويبدأ من سلطنة عمان مروراً بالإمارات ثم قطر وينتهي في شرق السعودية. وعند الكسوف الحلقي يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظهري أصغر من قطر الشمس الظهري بقليل، فيحجب الشمس وتبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي وفق ما أورده مركز الفلك الدولي. نذهب إلى الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام لهذا اليوم، دمتم بخير، طاب نهاركم وإلى اللقاء.